لوكليري يحقق فوزا مذهلا امام جماهير الفراري في جائزة ايطاليا الكبرى، لكنه تعرض لضغط كبير من مرسيدس مع سعيهم للفوز بسباق مونزا. مهمة لوكلير لم تكن سهلة، خصوصا بعد ارتكاب زميله فيتل لخطأ أدى إلى خروجه من دائرة المنافسة، وكان على لوكلير الدفاع عن مركزه ضد هاملتون مع احتدام المنافسة بينهما عدة مرات، إلا أن حظوظ هاملتون تلاشت عندما ارتكب خطأ عن المنعطف الأول ما منح لوكلير بعض المجال للراحة، لكن بوتاس لم يستسلم وتقدم إلى المركز الثاني وقلص الفارق إلى المتصدر. لم يتمكن أي سائق من إيقاف لوكلير مع فوزه بسباقه الثاني في الفورمولا 1 وأول فوز لفيراري في مونزا منذ 2010. فريق رينو حقق أفضل نتيجة في 2019 مع ريكاردو رابعا أمام هولكنبرغ وأداء مذهل من فيرستابن من المركز 19 ليعبر خط النهاية ثامنا، بينما لم يسجل فيتل أي نقطة. انتهى الموسم الأوروبي، والآن الفورمولا 1 تتجه إلى سنغافورة بعد أسبوعين.